المواطن العادي اللي بيدود عن بلده يفتح كاميرته يقول انا روح انا مدافع عن بلده، هذا تحس انه خلاص هذا هو صحيح صادق. اما هذول لا، مسي يعني موظفين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسعد اوقاتكم، كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ طيبين؟ طيبين اياك ربي. طيب ممكن نتداخل معاكم بس يعني تدوني فرصه بس. خلوه يا شباب يلا. خلينا احنا نعطيك فرص يا ابوي. خلينا. ما في فايدة. باتمان خله. تحكمون يعني. تحكمون من الشله يعني ولا بلاش؟ ما تختلف معنا عادي ايش عندك قل. ايوه يعني ايش بخويك يقول لي الكلام هذا؟ طيب معانا. طيب انا ببدا معك معلش حبيبي. خلاص يلا تفضل. اول شيء يا حبيبي يعني انا ممكن يعني تعطونا فرصه الوطنجيه كذا يتكلموا معاكم اللي طيب انت معنا يلا تفضل. لا شوف انا بقول لك حاجه يعني الموضوع ترى ما هو شخصي يعني انا لما اجي اتكلم مع كنت اتكلم في بث عبد الحكيم فلما لقى فايده قال يا ابوي انت من انت من الطروش انت اللي من الابو غير صحيح غير صحيح يا انا كنت موجود يا عبد الله انا اتكلم عبد الحكيم انا احضر بث عبد الحكيم اول باول لا تبلع الرجال ترى موجود معك يا رجال شوف في ناس تتكلم في البث يقول لك صح ايش فيك انا ماني مفتري عليك والله هدي شوي انا اللي يقول صح وين اللي يقول ما في احد انا موجود بروس دقيقه بروس سيلفر بي خل عنك الشخص انا انا ما شخصا عبد الحكيم انا ما شخص ما شخصا بس خلينا سم يا عيال دقيقه خلوا احمد يا سيلفر بي انا اول شيء مو عبد الحكيم ابو ياسر موجود بعد شيء يرد عليك سيلفر بي خل عنك الشخص انا ادخل في الموضوع افتح صفحه جديده واعطنا نقاط في الموضوع هذا بقول انا ما بتعطونا فرصه يا جماعه الخير بتسوي لي نيوت انا اتكلم مع سعود بنحط ميوت كلنا خلاص بنحط ميوت كلنا تعرف تقول انت مايك يا الحبيب طف المايك ولع يا سيلفر بي مايك ابي بلا يا اخلص اسمعوني ايوه اخلص عليك يا حبيبي اخلص عليك ممتاز طيب طيب الموضوع هو مو شخص انا زي ما قلته لكن الرجال هو يعني باب انه ما يبغى يسمعني ما لقى فايده فسوى هذا الشيء على الله يعطيكم العافيه مثل العقيد هذا عندي سؤال العقيد رابح هل تشوفون يعني ايش تشوفون فيه يعني بالانسان مثلكم كذا ما لقى فرصه لقى طلع برا وعنده راتب عنده اذا صار الرجال موجود تكلم اذا صار الرجال موجود تكلم يا اخي دام ترى مصفوق ذا الرجال مو موجود تعال اول شيء قعدت تسولف عني ثم نقزت عند رابع خليك لا انا اتكلم انت ما تكلمت طيب انت ما تكلمت عبد الحكيم انت ما تكلمت بسالك سؤال انت من اي منطقه في الغربية يعني. أنا من الحجاز أنا من منطقة الحجاز من وين من الحجاز الغربية جدة جدة طيب هل تقارن جدة بالرياض لا على المستوى والله الرياض ممكن أحسن ما شاء الله ليه يا أخي لأن الفلوس هناك ولا كيف ليش ما في تجار في جدة يعني كخة حقين جدة لا حقين جدة يدلعوك لو تبغى عبد الحكيم ايش دخلني انا تدلعني لا تدلعني ايش دخلك دقيقة قضم علي قضم علي نفس الطريقة قصدي والله انت تفكر غلط شوف كيف انا ما انا قادر اكمل معاك يا رجل فاسمعوا بقول لكم شيء الموضوع انه انتوا طولتوا علينا يعني اللي احنا قادرين نتكلم حتى ما تقدروا تطلعون اثنين انا متوتر شوف معاكم لانه كل واحد يتكلم كلكم قاعدين تهاجموني يا اخي في بثوث يا اخي في بثوث فيهم تحاور وفي كلام واضح يا جماعه الخير يعني انتوا ليش تقعدوا تحاربونا حتى نحن الوطنجيه شوف بث الوطنجيه خلي يدخل معهم واحد زينا شوف 60 واحد عليه ما يمدي يقول كلمه حتى احنا نعطيك يا اخي انا اقدر اني نفس الطريقه اقعد اتكلم معاك وفي الاخير اسبك واقفل ترى في ناس كثير تفكيرهم زي كذا يعني ما بيعطيك مجال يعني عرفت بس الحوار يا جماعه الخير لو انكم تتكلمون خلنا نتكلم معاكم عطنا مشاركه كل عندك حتى لو يعني حتى لو انا اعطيتك يعني حتى تقفل وتديني كتم طيب وهذا يعني خلك ما ادب ما حد
يا رجال خلك مؤدب، انا والله استحي اقولها لك والله، كل واحد بتربيته ترى. سيلفر 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 اخلص 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 علينا. كينج كينج دقيقه يا احمد، دقيقه يا شباب. سام تفضل يا سام. يقول انا عندي رد على سعود. انا عندي رد انا طالع والله، عشان اني والله نسيت السؤال. انا عندي رد على سعود. سعود يقول خلاص انزل اذا تذكرت السؤال. انا عندي سؤال. ما عنده سالفه ذا جاي يسبسبين صدرنا يا شيخ. قاعد هذا ام زكي، هذا ام زكي. فلان قال وفلان ما قال، وليه وين؟ ايش رايك بالعقيد الرابع؟ ايش رايك محقق انت؟ ما نوم بياسر، ما نوم بياسر مين نزله؟ ما عنده نقطه. شوي يتكلم بعبد الحكيم، شوي يتكلم بالعقيد، شوي وش تبي انت بالضبط؟ عطنا شوفوني ترى شوفوني ترى يطبل. هذا اخر مره يتمنى يصير عسكري يا رجال، يتمنى يصير عسكري والله العظيم. شوفوني ترى يطبل. وبكل فخر يقول انا مطنجي. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءكم جميعا وكل عام وانتم بخير. أهلا وانتم بخير. كيف حالكم يا أستاذ؟ إن شاء الله بخير. طيبين وانتم بخير إن شاء الله. والله هذه برامج الدولة كلها ناجحة يا أخي. حساب المواطن. وين النجاح؟ دقيقة الدخل المحدود. نعم ما في دخل محدود. وحافز للعرض إعدام الدخل. ما في ناس دخل محدود لإنهاء البطالة. السعودة عبارة عن فساد إداري مفسد للأجيال، مفسد للأجيال السعودة. ما في أحد يوظفك كسعودي براتب محترم وشغل محترم، كلهم يقول لك خذ راتب وجلس بالبيت. والحكومة غمض عيونها عن هذا الشيء. هذا فساد للجيل. شوف يا أخوان، من خلال خبرتي بالكلام في السوشيال ميديا من أيام البالتوك، فأنا أعرف الواحد من دخلة حديثه. فلما يقول كل شيء تمام انا اقول شوف 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 اني اقول لك كل شيء. اسمع يا استاذ عبد الحكيم، كمل. يا استاذ عبد الحكيم شوف دقيقه. ابن حميد وش صار عليه وراء؟ طيب تركيا للشيخ يقولون اخذه ودعس على غاربه فدورة المياه يا عتيبي. ليه يا استاذ؟ شوف انت تجيب كلام ما ادري هل هو صحيح ولا لا. هذا الصحف تقول الصحف. شوف في صحف. هذا الدويش، هذا الدويش تابع عنه وارتقى. قابلها عبد العزيز بن سلمان. طيب. في طيب. في مؤتمر. طيب. وقال انتم. طيب. تكذبون ووضح. طيب. الحقيقه. طيب. في اوبك بلس. نعم، وهو صحيفه امريكيه كبيره حتى ما تلقى منهم اي سؤال. طيب يعني صحيفه كل ما يقال يصدق يا اخي. ابو عتب شيء ثاني. شيء يا استاذي ابو عتب الشيخ شامل ابو عتب سم الله عدوك. ما شاء الله عينوا فنجال الشيباني ركن من ركن عتيبه. مبروك. طيب وين المشكله؟ ابوك مبروك، باركت لك انا. الله يبارك فيك. يبارك لك. ليش ما شوف عتيبي وزير انا؟ ليش؟ لا شوف شوف هذه مسألة كفاءات. لا 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 في غض النظر عن الجميل. شوف يا أستاذ، يعني نقول لكن مناصب الدولة يأخذها الأكفأ والأجدر. يعني أنت تقول اللي يخدم وينفع الوطن اللي تدق في الدولة ما تدق المجتمع ياخذ. وهذا اللي شفناه الحمد لله. قضى على الفساد محمد بن سلمان، قضى الأمر ما يثقون فيه، وأهل السعود ما يثقون فيه. الحمد لله يا أخي. يا عيال إذا في أخطاء يا أستاذ الفاضل، إذا في أخطاء فكل شغل ناجح لا بد في أخطاء. يقول حمود يا شباب يقول حمودي قضى على الفساد. نعم احنا شفنا امراء دخلوا الريتز وشفنا. طيب. تجار وفساد. وين راح قروش الفلوس؟ وينها خرجت من ميزانيه الدوله؟ دخلت الميزانيه وينها؟ غير صحيح ما دخلت ميزانيه الدوله. اي ميزانيه تم اعلانها؟ واحد دقيقه. الميزانيه تجيك بحساب المواطن 300 ريال وتروح. من اللي قالك الان 700؟ الان 700 ريال الله يحفظك لكل شخص بشهر يوليو مشارك 300 بشهر يوليو 300 ريال مخالفتين ساهر. لا تكذب، لا تدلس. ارجع اسلم 700 للشخص العاطل. يا ابن ادم العاطل وياخذ 700 ريال. شوف اذا رجعت شوف
كانت قبل 300 ورفعوها ل 700 وزياده للفرد ونعم موجوده الان ومدين ابو عتب عندي سؤال. قل 1000 قل 1000 ريال ما يخالف هذا للشخص فاتوره الكهرب. نعم كم تجيك؟ والله شوف فاتوره الكهرب متفاوته في الصيف والشتاء طبعا معروف. الصيف تجيني 1000 1005. طيب والله يا الربع والله راهنكم من 100,000 الآن راهنكم من 100,000 لو يفتح كامة وتشوفون حالة بيته أن يرثى لها. والله شوف يا أستاذ عبد الحكيم ما يمكنك أنك تخرج على النظام. شوف يا أستاذ عبد الحكيم يا أستاذ الفاضل يا أستاذ الفاضل مو بإني أتكلم تشوف أني فقير ولا الحمد لله خير ما خولناك ولا أنت من دولة غنية. ابن سعود اللي خلك فقير ولا أنت يا أخي أغنى دولة في العالم أمريكا وعندها يوملس في الشوارع طايحين. طيب أنت أقوى اقتصاد يا أخي يا أخي أنت تتكلم في دولتنا من العشرين هذه أكبر دولة وأكبر اقتصاد وأقوى دولة وعندها هوملس في الشوارع وأنت شايف. طيب على الأقل تاضي بفقر أنت راضي لا ما عندنا فقر. أنت شوف راضي بلاتك في فقير وفي غني وفي متوسط على وقت الصحابة كان في عثمان بن عفان أغنى واحد وكانوا فيه فقراء يا اخي. طيب دقيقه الحين وانت طالع كذا ما تشوف ناس دقيقه يا خالد الحين طالع من بيتكم ما تشوف في ناس ما عنده بيت ينام في اي مكان في الحياه ما عنده بيت ما في في السعوديه هنا. لا تكذب. طيب عدد الحوطات وجدة وشو؟ أنا شوف ناس العين قبل ما أطلع. سووا لهم تعويض ونزلت لهم. لا تكذب يا أخي. لا تدلس ما أعطوا أي أحد. اللي ما عنده صك ما لحق قيمة دلس. المبنى. لا تدلس. لا تدلس. تقولي تدليس. لا تدلس. وش تسوي لك طيب؟ أنا سولفت مع واحد يقول عيال عمي في جدة كان ما عوضه ولا بن أمه. أنت اسأل. شوف بس أنا بعلمه الهوملس وين. أنا بعلمه الهوملس وين. الهوملس بالحاير. وين؟ ما عند الهوملس بالحاير. الحاير هذول ناس مخطئين وأخذوا جزائهم. دقيقة. أنت الآن ملك في قستك الآن لو أتكلم عليك بكلمة نزلتني وحضرتني ولا لا يا أستاذ؟ يا المقبرة يا السجن. دقيقة يا العتيبي الحين اللي يطالب بحقه يكون مخطي. لا شوف يا أستاذ يا أستاذ لا. أنا بجاوبك أنا ما عندي إلا الصراحة أنا ما عندي شيء أخاف منه. اسمع يا أستاذي بالنسبة أنت طالب في حقك من وش حقك عشان تقول لي حقي هذا وش لون حقك؟ تعال يوم يا محمد هل أنت عتيبي محمد عتيبي سم الله عدوك أقول لك يوم بن سلمان أعطى ترامب 460 مليار أيوة. أخذ رأي الشعب سوى استفتاء يا استاذي هذه صفقة انا تجاوبني جاوبني هو الشاب يا قاعد يلف محمد انت سؤالي فهمته ايه كيف ياخذ راي الشعب اخذ راي الشعب هو ايه عنده ناس ممثلين من وزراء دقيقه هل المستشارين هذول الناس تحسبون عقولهم سوى جشاور واحد يا اخوي اخذ راي انت ما انت مؤهل اشاورك يا استاذ. طيب دقيقه معقول يا حبيبي في ناس مؤهلين في عندهم مستشارين في عنده طول عمرك وزراء اكيد اخذ رايهم لا تلف وتدور يا اخي جاوبني انا جاوبك الان انت جاوبني كم بالمئة طيب. لا كم المية يا أخي جاوبني يا أخي أنت شفت دولة في العالم يا أستاذي أم صفقة اللي صارت معك في تركيا اسمع أستاذي في تركيا من روسيا اللي هي هل شاور الشعب فيها ما حد شاور هذا شيء عنده مجلس عسكري وعنده أمور وناس تفتي بشهادة يا محمد معقول الشعب كله ما في ولا واحد منهم إلا فيهم وزراء في المستشارين هذول مش هم طيب مو من الشعب كلهم من السعودية يا أخي يا محمد كم بالمية هذول الوزراء اللي قاعد تتكلم عنهم كم بالمية يشكلون كم بالمية من الشعب هذول الجميع القطاعات يشكلون طول عمرك يعني أعداد لقطاعاتهم ولا كم بالمية من الشعب كم بالمية من 18 مليون يعني ولا يمكن عددهم معروف يمكن 20 شخص بس تقريبا هذول يمثلون الشعب يا محمد يا محمد عطني وزير واحد أنت مصوت له
شلون وزير اجل هذا ما تعتبر هذا من ولي الامر طبعا ياخذ 400 مليار الوزير الوزير اذا صار ما يشوف عمله كوشنر وترامب يا شباب دقيقه شباب واحد واحد عشان ما نتلخبط ما في مشكله تفضلوا والله عندي بريحيه لا تحسبوني انا خايف من شيء يا استاذ محمد دقيقه بس لحظه يا استاذ الحساب مواطن 700 ريال مسجله تراها ها ايوه مسجل البث ترى عف عليك ما عندي خشيه اخاف من الله طيب يا عيال خلوا نشوف دقيقه بس وش بيوصل هو حساب مواطن 700 ريال هذا مع دعم الملك وفي الاساس 300 ريال واذا انت موظف اقل من كذا 15 تقريبا وسوى زياده الله يحفظهم لمده اكمل لك طيب دقيقه سؤالي بس انت شلت عني دعم تقريبا 5000 ريال عن الشخص الواحد بكهرب وحطيت عليه ضرائب ومحروقات والخ الخ عوضتني اياها ب 500 ريال للموظف ايش انا استفدت طيب انا بقول هذا للفرد كم عدد افراد عائلتك كم عندك شخص هذه ترجع ممكن بعضهم يجي 2000 بعضهم 4000 بعضهم 3000 احنا نقول الفرد الواحد شلت عنا دعم 5000 فلو انا عدد افراد اسرتي خمسة اشخاص 25000 ريال انت ليش اعطيتني 2000 ريال الفكره ليش شال الدعم شال الدعم طول عمرك عندك ناس هنا تستفيد منها عدد كبير ما بين تجار ما بين اجانب شال الدعم عشان الشيء ذا ويرجع للناس المتوسط الدخل واقل المتوسط الدخل طيب اكثر من نص الشعب عندك محتاج الدعم مش الاولى انك توقف المخصصات حقت الامراء اللي بمليارات تصرف عليهم في الشهر انت تدري شو يسوي الان لازم كل شيء انت تعرف مخصصات الامراء كم بالملايين كم مخصصات الأمراء؟ هل تستطيع أن تقول لا لهذه المهجلة؟ تتحداك تجيبها لي بمسير أتحداك أنا أجيب لك إياها مخصصات الأمراء والمخصصات هذه موجودة حتى للمواطنين من اللي يسمى مخصصات الأمراء مخصصات الأمراء 100 مليار دولار سنويا مخصصات الأمراء 100 مليار دولار سنويا يا شباب واحد واحد عشان ما يتلخبط النقاش واحد واحد دقيقة محمد بس بارك الله فيك أنت ما شاء الله عليك أنت تذود عن وطنك ورزقك الله أنا برسل لك من البيتكوين الحين وبرسل لك من هذا هدايا بس افتح كامك حتى الناس تثق انك ابن هذا الوطن يا استاذ يا استاذ انت طالع بصوتك اذا طلعت بكامك انا طلعت بكامي انا دائما بث واطلع بكامي انا كل الناس لا في عندك زملائك هذول كلهم حتى اللي مغير صوته هو افتح كامك انت محمد يا رجال ما عندنا واحد يا شباب انا انت لازم تفتخر يا اخي انا الان من الدول العظمى الله يعطيك العافيه ليش ما افتخر دول ايش اسناد ولا شيء ايش الدول العظمى يا استاذي انا انت من الدول العالم الثالث شوف يا استاذ انت من دول العالم الثالث لا تبهبل بس اليمن باحترافيه انا الان طول عمرك اصبر انا في دعينك اصبر انت ويا الشباب كلكم محمد انت على حق نعم اف عليك انا في وجهه نظري ما في ناس تخالفني وما تخاف انا وجهه نظري لا تكملك يا اخي انت انا هذه كلمه حق امرائك دفعوا عنكم شباب اهدوا انت على حق اخوك انا اتكلم عن 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 وطني وانجازاتنا وفخورين فيها يا استاذ الفاضل طيب اسالك محاله ما جاء صار فيها بترول شفت كيف الاحترافيه شفت كيف الذراع الامريكي رفع محمد تخاف منه محافظ على $70 هذا شيء يا محاله يا اخي اسالك سؤال محاله تشنج على موقف كذبه تشنج يا شباب جيبوا تبكين جيبوا تبكين
يا ابو دبكين يا شباب قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس من الجن خلنا نقرا عليه خلنا نقرا عليه خلنا قضايا سياسيه في قضايا اقتصاد من شر الوسواس غير صحيح تشنج يا العتيبي الحين محالة سألك سؤال أنت على حق إي أو لا لا تقدر تقول إنجاز نعم أنا على حق في رأيي أنا الشخصي يخصني نعم أنت على حق تتكلم بوجهك أصبر أحمد إذا أنت يا محمد على أنا داخل أنا داخل نفسي تبغى يعطيك كل شيء أعطيتك ما عندي مشكلة يا أستاذ ما لازم تحط ميك أب يا أخي كلامك على طول من دون ميك أب عادي أنت بتطلع وجهي الآن أنا ما بطلع وجهي تبغى أعطيك اسمي أعطيتك مكاني زوجك ما عندي اسمك خلنا نشوفك خلنا نشوفك انك تدود عن بلدك وعن وطنك وعن محمد افتح الكام وقال السعودية دولة عظمى لأنها ما أنتجت سيكل واحد مع أنه يا عيال احترافية السعودية احترافية الدولة العظمى الدولة السعودية العظمى نعم باحترافية وبقدرة وش اسم السيكل اللي صنعته مصر كانت قبل كانت هي الواجهة الآن المملكة العربية السعودية هي اللي تقود العالم الإسلامي امسك الفرامل يا محمد انتجت سيكل عن الله دقيقة هو قال نقطة احنا ما سمعنا سمعتها قال عيال انه والله شباب متشنج والله ونعم والله ونعم لا انتم ليش تحسبون دقيقة يا اخوان والله ونعم والله ونعم باعتبار الاساعدة اللي في الاردن والله الرجال والله كل رجل ونعم فيه ليش تستحي طيب قول انا اردني قول انا اردني يا اخي ليش تقول انا سعودي قول انا اردني يا اخي انا سعودي طول عمرك ابا عن جد سعودي طول عمرك طيب دقيقه افتح كاميرتك يا عيال خلينا نشوف خلينا انت على حق يا اخي الحق ما يخاف انا ما يا اخي يا استاذ انتم ليش ماسكين على الوجه انت عندك قضيه محمد عشان تقول على حق عندك قضيه تناقشني فيها اهم من وجهي اصبر احمد اصبر احمد وسام شوف محمد عندك قضيه انا اتحدى اسمع محمد انا تحدي الان خلي عبد الحكيم ها تخيل وزير المالية يفتح الآن الكام بس افتح وجهك تفتح وجهك أنت الحين كام ولا لا أنت الحين قضيتك أهم ولا وجهي لا أنا أعلمك يعني أنت تدري أن عندنا قضية تدري أن أنا على حق يعني تعرف أن أنا على حق أنا أقشك فيها وأنا ضدك في المرضي أنت تقول قضيتك ولا قضية أهم قضيتك ولا وجهي يعني عارف أن عندنا قضية وأننا راي وأننا على الطريق الصحيح وأنك كاذب ومدلس وفس عجزت أفهمتك أنا ما أقدر يا أخوان وأنت من الدول العالم الثالث واحد يا أخوان بس شكرا يا أخوان شكرا لكم دعونا ننتقل للأردن ووضع عبد الله دعونا نتكلم عن وضع عبد الله في الأردن الأردن دولة شقيقة وش المشكلة اسكت يا أخي انتبر خان حتي أنا ها شك محترق أنت وراك محترق أنت اصبر تشنج يا عبد الحكيم إخوان الأردنيين ونعم فيهم والملكية الأردنية هذه غير مضبوطة وإخواننا ترى موجودين من أهل الأردن ترى أصولهم من السعودية نعم طلعوا مع الأشراف من ضمنهم العتبان من الأساعدة من ضمنهم في من الصخيرات ومن الحويطات ومن إلى آخره فأما الواحد يعني يحب السعودية ويحب حكام السعودية وهو أردني ما فيه مشكلة إنه يقول أنا صراحة أنا معجب بتفكير محمد بن سلمان وأشوف وجهة نظر وكذا بس أنا ماني بسعودي وعادي أشارك معكم طيب احنا نحترمك احنا نحترمك يا استاذ الفاضل انا شوف محمد ليش متشنج انت انا ماني متشنج خلاص خلنا اخلص مداخلتي انا مو بالحكي لك اصبر فلما يجيك واحد الاردني ويتكلم عن السعودي هو ما يفقه فيها شيء لما تساله الحين عن ديرته ما يعرف فيها شيء الان اوجس اساله الحين من وين انت من اي منطقه في الحجاز اي وين في الحجاز تاخذ من هو وكيل الوزاره في المنطقه الفلانيه من هو الوزير الفلاني ما يعرف اقول له عطني اسماء الوزراء الان مترى ما يعرف لانه من الجاليه الاردنيه اللي عايشين ومعجبين بمحمد بن سلمان فقط ترى نحب الاردن يا ابو عبد العزيز انت اخر اسمك العلاونه يا العتيبي
يعني انتم الان عشان جبت كلام عوركم طلعتوني من وطنيتي يا اخي او جعتكم بالكلام عشان كذا زعلتوا علي عشان كذا زعلتوا بس ليش زعلتوا ما زعل عشان مدحت محمد بن سلمان في ملف اليمن عشان دقيقة الان اذا عندك الحق يا محمد الحمد لله يعني ترى عادي فك الكامور والله ما انا فخور اني ليش خايف هل تخاف انك تنجبين هل تخاف ان اهل الاردن يعني يسوون فيك شيء يعني لا لا عادي اهل الاردن قبائل وان معهم نسب الان ابشرك امورنا طيبه اللهم لك الحمد وش مش زعلنا ليش ننكرهم وطننا واخواننا ونسب معهم الان ابشرك عندنا رجوة آل السيف موجودة هناك مش المشكلة طيب بسألك رجوة ليش حاضنها أمريكي قبل لا تتزوج لا هذا لا هذه شيء خاص لأولادها وأبوها ما أقدر أقول شيء هي أنا تحت كنف زوجة ما أقدر أتكلم فيها ليش عبد الله هذا وبينهم نسب وحنا فخورين يا شمشم دائما نشوف وجهه كذا زي محمد بن سلمان دائما شفته طالعة من جد والله في حفل زواج يعني انت الحين زعلان محمد بن سلمان راح تشتم في خلق الله عز وجل الله خلقه كذا وش تبي لا 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 يتعاطى تسوي لا لا عشان الله في خلق الله طيب دقيقه اللي خلق محمد بن سلمان مو بالله انت تضحك تعجب من خلق الله انت اتق الله يا رجل الله من الطحين يا رجال اذا عندك تشوف شيء خطا في محمد بن سلمان طيب اسمع في موضوعه في طريقته اسمع اما تجيب لي في خلق الله تقول لي سعاد ما ينفع اردني وعدتنا وتحت التينه وما جيتينا يا سلام يا الاردن جميله الاردن يا سلام انت تحاول تستفزني عشان طلع اسوء ما فيني بس لو تحلم ما طلعته لو طلعت على السعود هذا أسوأ شيء فيك عندك كلام عقلاني تفضل الله يحييك عندك كلام عقلاني تفضل يا حبيبي عندك كلام عقلاني عندك كلام في المملكة العربية السعودية تكلم أنا أرد عليك اسمع الأخ أحمد بيداولكم مشاركة اسمع هذا كلام عقلاني اليمن طيب أنت تقول اليمن عندي سؤال عقلاني بس عطنا وصفة المنسف وأنا فوق ايش تقول يا والمقلوبه لا تكرمت بعد ما سمعت ايش وش السؤال بس بجاوب عليه طبعا دقيقه 29 فحط في اليمن وين الفوز في الموضوع يا حبيبي خلني افند لك قصه اليمن طول عمرك انا ما حارب الحوثي لحاله انا حارب دول في دوله واحده وانا عندي ناس مسلمين موجودين على ارض الوطن ابي استنصرهم دقيقه اول ما دخل عندهم الرئيس المستضيفين عندنا موجود الله يحفظك وملف يا حبيبي دقيقه اول ما دخل اليمن ما كان بقوه الحوثي ما كان له قوه اول ما دخل اليمن ما كان له قوه الحوثي طيب. من اللي قوى الحوثي دخل دول وانت تعرفهم ما ودنا نصرح فيهم تبين اصرح صرحت ما عندي مشكله يعني صرت انت الدول اصحاب الحوثي سوى انقلاب على الشرعية أنا تدخل حسب الله يمجدنا وكذلك الإيران تمجدنا والحوثي مجدنا هذا مو بانتصار يا أستاذ الفاضل غير صحيح الحوثي سوى انقلاب بشرعية وانتصر بهذا الانقلاب رغم أمنك الله يحفظك دخلت فيها الحوثي أنت اللي سوى انقلاب ما أنت بولين عليهم أنت ما لك دخل مالك دخل بالحوثي سوى انقلاب مثل اي شخص غيره ما تدخل فيه والله يا استاذي الفاضل قطر طردت الخونجيه الان رجع الحين القوات الاردنيه القوات الاردنيه متدخله في اليمن ولا خسر شيء شارك القوات الاردنيه في اليمن مهما كان جاوب العزيز الحكيم مشاركه الاردنيه مشاركه القوات الاردنيه مشاركه في عصفه مدري شو نعم جميع اكثر الدول مشاركه وبعضهم ضرب وبعضهم بالاسم انت جايبها من موجود ووقع وطول عمرك انت مشارك طيب اللي موجوده الامارات والسعوديه وقطر دقيقه تقول لي عندك خبر في الموضوع هذا خضع لا دقيقه انت تقول لي خضع الحوثي الحمودي صح نعم
متى تطعم فلوس محمد بن سلمان غصبا عن الدولة السعودية العظمى؟ اعطاهم فلوس غصبا عليه، اعطاهم عوض. متى تفتح كاميرتك خلنا نشوف شخصيتك الارديني؟ شرف الرواتب شرف مقيوم شرف الرواتب 5 مليار. شفت انك خلنا نشوف شخصيتك الارديني خلنا نشوف انك صعودي ترجع شلون خلنا نشوف انك صعودي الصح والامور خلنا نشوفك صعودي. طيب جيب لي دولة في العالم صعوتي على العمل الحكومي جيب لي دولة في العالم تعطي على الزواج 100,000، جيب لي دولة في العالم توصل المشاريع إلى 1.5 مليون، جيب لي دولة، جيب لي ما في يا عيال يا ذا مصدق نفسه يا عيال شغال هذا مرة اللي يعطي 100,000 على الزواج وتعطيه ثلاثة مرة على الزرقة مرة على الزرقة طاير طاير هو طاير الرجال طاير رجال وصلت ثلاثة شفتوا الآن تظل الحمد لله المملكة العربية السعودية شامخة برجالاتها شفت انتصار ورنا شموخ ورنا وجهك يلا يلا خلنا نشوفك على حق انت تخاف على حق يا أخي على حق طلع نزل زين السلام عليكم والله يمسيك السلام طف العالي يا الاخ والله يمسيك طف العالي يا الاخ طف يقول لكم يا عيال الحوذي خضع عجل ها يا كيف خضع غصبا عليه نقل فلوس قال لك خضع سيدي صراحه 5 مليار 5 مليار دولار يا شباب لا يا عبد الله خلال 5 أيام بس لو سمحت ما الشباب ما قاطعكم كلامي قبل شوي قبل ما يدخل محمد كنت أقول لكم أنا مستحيل إنهم يدخلون أي أحد يتكلم مع المعارضة وهو دخل على طول هذا هذا له من نفس اعتدال اعتدال توظف أردني توظف سوري توظف مصري توظف من جميع الجنسيات حتى صهاينة فيه باعتدال فعادي يجيك تتكلم زي كلامنا حط اسم زي عتيبي ما عرفت انه لا من جنبها ولا قادر يفتح كاميرته ولا عنده الاوامر انه يفتح كاميرته المواطن العادي اللي بيدود عن بلده يفتح كاميرته يقول انا روح انا مدافع عن بلدي هذا تحس انه خلاص هذا هو صحيح صادق اما هذول لا مسي يعني موظفين يوم سالته كم واحد من الشعب اخذ رايه محمد سلمان قبل لا يدفع اخي يا سام ولا قاطعك هو يلف ما يجاوب اسئله محاله انت على حق تعديل يقول 20 واحد حتى 20 وزير حتى انا اقطع يدي اذا كان شاور احد من الوزراء يوم 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 يرمي 460 مليار على غير الوزراء الحكومه هي توظفهم ما هم مجلس نواب ولا مجلس شيوخ ولا برلمان الديوان ما ياخذ راي الوزراء ما ياخذ رايهم حتى هذا ما هو فساد هذا 460 مليار يعني تصوروا انتم حجم المبلغ هذا 460 مليار هذا تنهي الفقر كله في وطننا يكذب يقول لك تقدم هذا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة دعوة مظلومة انت اول شيء متى بسعود يعني ايش دخلك كل الأصوات يعني أنتم حلال عليكم حرام علينا أنتم تجيبون عراقيين وتجيبون أردنيين وتجيبون يعني نواجهنا بهذا بعدين دعوة منظوم من المنطقة الشرقية منا وفينا ما صح ولا لا دعوة منظوم صحيح لا وعليكم السلام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شباب حنا عايشين مرتاحين وعايشين في خير والحمد لله رب العالمين دقيقة حكمك مجرم ذبح خشب جي ليش طيب حنا راضين وعايشين مرتاحين وفي امن وامان يا اخي اصبر احنا ما نبي الارض طيب اصبر انت مداوره يا شباب معليش واحد يا شباب واحد يلا حي شغمون يلا حي الشيخ شغمون انتبهت حنا احسن من غيرنا من الدول كلها اللي حوالينا
مشاكلها الاقتصادية كبيرة وعندهم مشاكل وعندهم حروب. احنا طيب عندنا ناس ما بدنا دقيقة انتم كم رواتبكم اللي تدفع لكم من الدول الثانية؟ دقيقة كم رواتبكم؟ دقيقة لا والله ما بين 10,000 إلى 15,000 دولار على حد. قل ما شاء الله قل ما شاء الله لا تحسدنا اثنين انه انتوا كم واحد شفته قلت عايشين بنعمة؟ ناس واجد ماكلين تبن. ليش ما تتكلم؟ ليش طلع احنا تكلمنا؟ جاوبني ليش احنا تكلمنا؟ يا النقطة اللي تكلم عنها يحيى يقول انه مدفوع لكم. مدفوع لنا اكيد الواحد دفع لنا مدفوع لنا. وش تطلبنا انت اذا صرنا نقول الكلمة تلحق حنا بس نقول الكلام الصحيح وش تطلبنا ايش تبي؟ مدفوع لنا طلع عثمان هذا طلع يبي يسجل بس وبعدين يرسل عشان الشرها يروح للأمور يا طويل العمر أنا ذبت عنك وحميت عنك يا ابن سعود يا ابو شروالين هذا اللي يتري آه يا بسورة بسورة يا شباب معليش معليش يا الله حي شغمون ما انتبهت شو اخبارك طيب اوكي انت فعلك يا شغمون عشان تجي معنا والله انا اقول لاخونا بوس حول ال 15,000 دولار 20,000 قولوا ما شاء الله عيال بس حسد ها وبعضنا وبعضنا على بند الاجور ها سعد الجبري يحول من فلوس المخالفات على كل واحد فينا والله العظيم من عقيدة ما مدفوع لكم يا حليلكم ما في عقول يا شباب ما وكم مدفوع لكم يا شيخ كنت ابن قالك مدفوع لكم والله يا اخي دول بيقبضوا بالدولار خلاص شغموم هو قسورة والله نعم يا شام نعم يا شام هذول متعودين على الدفع متعودين على الدفع على قولة اخوي عبد الحكيم بيصور وبيروح يدور الشرها قال لك كذا يا الربع يا الربع يبغى هذا جاء السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام هذا الله يقولك مجموعة عراقيين عراقيين إيه عراقيين انت الوحيد انت السعودي الوحيد سعودي صعوطة مش صعوطة من الصعود شوف دائما مع الحدث مشكلة استرسل معه بالحدث مشكلة انه جاي مع عسكر رفحة يا رجل من خيم رفحة دائما استرسل معه بالكلام شده بالكلام واختره بسؤال يقول له وش تسمون وش تسمي التاكسي يتورط ممكن احيانا طاكسي ممكن يقول طاكسي ممكن يقول تاكسي ممكن شوف بس يا شباب لحظة بس حساب مواطن مش كل شخص يقدر ياخذه تاخذه للشروط يعطونك مبلغ قليل وخذوا منك دعم على الفرد 5 ريال اما حساب حفز او ساند هذا مدة معينة واذا ما قبلت الوظيفة اللي هم رسلها لك يقطعون عنك والراتب اساسا ما غير الضرائب اللي حطوها عليك وزيادة المخالفات والبلاوي حقتهم فإحنا ماكلين تبن في الداخل فما كان راتبك ما راح يصفالك منه شيء فلا حد يضحك عليكم ويقول لكم حساب مواطن وحساب مواطن اللي يعطونك إياه باليمين ياخذونه منك باليسار والله صادق ياخذون منك من شنق ويعطونك من شنق من ياخذون من يحكذنه من ورا راسه هذا يحكذنه من ورا كذا ياخذ ما يحك على طول لا يلف يده ورا ويحكذنه قال وين اذنك يا فنان قال هذه ويعطيك من يعطيك من محفر ويبيعك من محفر ثاني يقولك صح صادق هنا يقولك هذا الصعوطي فوق صح صادق هذا السعودي فوق تذكرون طاش مطاش يوم ناس القصبي قلد ذاك اللي عدنان اكيد ذكر شيخ عدنان ترى هو صادق
لأمانة ترى صادق في ناس يتجنسون كذا وجاي ترى ترى هذول يطلعون لك كذا. أنت الله يخلي محمد بن سلمان عزنا، أنت إيش تبغى؟ الحمد لله عندنا عز ومعزة. إيه مثل واحد يا أخي أمان يفتح بثوث إيش اسمه البتار ذا، أقول لك شوف يا أبوي هذا محمد بن سلمان يقول أنا سندي، هو يقول من شباب شوف الشباب السندي ذا ما أدري وش ذا بتار. أنا أعلمك في قصته مطلع تصريح عمل حر من بنك التنمية، شغالة أحدكم تقدر تطلع التصريح هذا، وما أخذ قرض 30,000 وقاعد يصور يعني أنا كاش ما عنده ما عند ضرطة جدي. لا والله 30,000 نجيب لك كسنت يا أبوي. والمصيب إنه مو مخلي أحد بحاله، الكويت قطر حاط جامع علامة الدول كلها ومرتد وحاط صورة صالح حمامة ومرتزق. خلو بيجيك خبر بيجيك خبر دقيقة دولة قاطك قاعد يقول إن ليبيا فيها تفصيخ، بس ما يمدي يتكلم عن التفصيخ اللي ذا عندنا هنا. والله اني واذكركم والله اني شيلوه شالوا اللي اطيب ابنه منصور القيبه وبنوره والله اني تلونه هذا ولا شيء، هذا والله اني يغلط غلطه بكره والله اني اروح فيها اذكرك. ايه هو تصريح من بنك التنميه. العظيم انهم مهبل قسم بالله يلفزون التصريح بثمه وكف كفين ثلاثه. انت مصدق حالك؟ انت تحسب الدوله اذا اعطتك شيء بسيط تحسب انه خلاص بدات تدافع عنك؟ بكره يمسطون بك، امسطوا بتركي الحمد، امسطوا بخالد التويجري، امسطوا بمحمد بن نايف، امسطوا باحمد. من انت يا المواطن اللي جالس تطبل وتتوقع انه بكره؟ اذكركم بكره اللاحم بكره يروح هذا. والله والله ناس ما سلم منا توت وناس صديقة ما سلم منا، ما بالك انت التحلط. نرجع للقضية الأساسية. هم يقولون يستحيل تطبيق الخلافة الراشدة والعصر الإسلامي مستحيل تطبيقه، وكذلك نحن نقول لكم مستحيل أننا نستغرب ونشرب الواين ونحضر الميدل بيست، نحن مسلمون. الله يعز الإسلام إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. شوف إذا يعني كلنا سمعنا عن وقرينا عن النمرود وفرعون مهما كانت قوتهم الله أقوى. حنا الحقيقة يعني شوف غالبية الشعب ما يبي النظام الملكي هذا المطلق، ما يبي، لأن من معظمهم هم باستثناء يمكن عبد الله وخالد بس، كلهم ما هم مستقرين نفسيا. سعود متزوج 150، تزوج 150 مرة، تصوروا 150 مرة، تدرون انتم ولا ما تدرون؟ والله ما ادري والله 150 مرة يعني تزوج. اعوذ بالله. اي قليله له يعني باذن كرجيات، احنا نسميهم كرجيات. اي ومعروف يعني كان بيذبح اخوانه، ما هو يعني ابعد ما يكون عن الاستقرار. نجي الفيصل، فيصل بعد غدر بخوه وكل وقته مشاكل مع عبد الناصر ومع ويعني معروف انه هو اكبر طاغيه. هو اللي اسس امن الدوله، هو اللي اسس المخابرات، هو اللي اسس امن الدوله، هو هو هو, هو كبيرهم اللي علمهم السحر. كان جامعه على وقت سعود كان جامعه الاساسيه في الرياض كان اسمها جامعه الرياض، قلبها وسماها جامعه الملك سعود، سوى كل الوزارات سماها باسمائهم والشوارع وكذا، هو اللي كرس الاستبداد. انت يا فيصل نجي عن البترول بالدولار. اي نكبنا فهد اعوذ بالله يعني يمكن بدرجه بسيطه بس يعني القمع والإرهاب، إرهاب الدولة، دولة بوليسية من الطراز الأول، يعني كل إرهاب المباحث والسوالف هذه طلعت على وقت فهد. يعني كان ظالم وطاغية بشكل
ما تخيلونه يعني، الا تتخيلونه لانكم عشتم وقت على وقت الملك فهد، على وقت الملك فهد، على وقت فهد اول ما تطلع من بيتك ما تدري من اللي يضربك. هم اول شيء الهيئه، واذا تتاكد من الهيئه تجيك الشرطه، هم تتاكد من الشرطه تجيك المباحث. ما تدري الناس كرهوا يوم الجمعه، يوم الجمعه كرهوا، كان يوم الاعدامات يوم الجمعه، يعني يوم كل يوم جمعه يوم اعدامات. الله الله الله، إيه؟ عام يجمع خلق الله ويقص المساكين. الصفات هذه كل يوم يذكرونها، كل يوم جمعة. والصفات وسلمان يناظر في الإمارة، يناظر القصاص ويضحك. والله يقولون يضحك، كل قصاص يروح يشوف ويضحك.